أعزائي طلبة المرحلة الثانية، أرحب بكم بالمحاضرة الأولى من محاضرات الفصل الخامس. عنوان الفصل الخامس هو المالتيبل انتجرالز، التكاملات المتعددة. هذا الفصل هو من الفصول المهمة، راح يربط لنا هذا الفصل بالمواضيع اللي أخذناها سابقا والفصول اللي أخذناها سابقا، اللي هي والعناوين اللي أخذناها سابقا، مثل البارامتر إيكويشن، مثل المساحة، إيجاد حجوم، أيضا الأبعاد القطبية، التكاملات الثلاثية، بعدها راح يكون عندنا التكامل الثلاثي، وبعد ذلك راح يكون عندنا الأحداثيات الأسطوانية والأحداثيات الكروية. أما بداية لهذا الفصل راح نبدي وهي الدبل انتجرال اللي هي التكاملات الثنائية. الآن بداية ويا هذا الفصل، عندنا suppose that C is a curve defined by two parametric equations. افرض انه عندك هذا المنحني C معرف بالمعادلات الوسيطية التالية: X يساوي لي F of T و Y يساوي لي G of T، where T تنتمي إلى الفترة المغلقة AB. الآن if F and G are continuous functions on AB، إذا كانت ال F و G هي دوال مستمرة على الفترة المغلقة AB، and C is not cut itself، والمنحني C ما يقطع نفسه، نقصد بأنه ما يقطع نفسه، يعني المنحني C مو بهذا الشكل، زين ممكن يكون بهذا الشكل، ممكن يعني بأي شكل، المهم أنه ما يقطع نفسه، ليس بهذا الشكل. الآن and C is not cut itself، then we call the curve C is simple curve، راح نسميه منحني بسيط إذا توفرت فيه هذه الشروط. الآن as well as f dash and g dash are continuous on AB، أيضا إذا كانت عندنا المشتقة الأولى بالنسبة إلى f والمشتقة الأولى بالنسبة إلى g دوال مستمرة أيضا على الفترة المغلقة AB، إذا هذا المنحني C راح نسميه is called simple smooth curve، راح نسميه منحني بسيط ناعم، أو بعض الكتب يسمونه أملس أو ناعم. الآن the piecewise smooth curve، المتعدد القطع، piecewise متعدد القطع، piecewise smooth curve is either simple smooth curve، هو إما simple smooth curve مثل ما عرفنا الآن، أو is a sequence of simple smooth curve، أو هو متتابعة من المنحنيات البسيطة. connected end with end، هو متتابعة من المنحنيات البسيطة مرتبطة نهاية بنهاية. such that the different value of t belong to AB، بحيث أنه القيم المختلفة للt الموجودة بالفترة المغلقة AB corresponding with a different points on C، ترتبط بنقاط مختلفة أيضا على المنحني C. الآن عندنا ملاحظة، note if the ends of the piecewise smooth curve equivalent، إذا كانت النهايات، if the ends of the piecewise smooth curve equivalent، إذا كانت النهايات لهذا المنحنى البسيط متكافئة، بمعنى إنه f of a يساوي لي f of b، لأن النهايات أقصد إنه بداية الفترة a ونهاية b، وبالتالي f of a يساوي لي f of b و g of a يساوي g of b، then the curve is called closed piecewise smooth curve. وبالتالي إذا تحقق هذا الشرط عندنا، راح نسمي المنحني بمنحني بسيط مغلق. الآن هذه مقدمة للفصل. نبدأ بأول تعريف أو أول تقدمة للتكامل الثنائي اللي هو الدبل انتجرال. Double integral. Let the region R، أفرض أكو عندي منطقة R closed and covered by a closed piecewise smooth curve، هذا اللي تونا عرفناه، closed piecewise smooth curve C. الآن هذه هي المنطقة R اللي هي باللون الرصاصي، زين. الآن هذه هي محاطة بهذا المنحني باللون الأزرق اللي هو سميناه C، واللي هو closed piecewise smooth curve. We can draw a rectangle region H. الآن بإمكاننا نرسم منطقة مستطيلة، هذه اللي موجودة باللون الأحمر هنا، هذه منطقة مستطيلة راح نسميها H، containing R، تحتوي لي المنطقة منه R،
and dividing h into sub rectangles as in the figure. وراح نبدأ نقسم هذه ال h إلى مستطيلات أصغر بهذا الشكل. راح نقسمها حتى نقدر نحسب المساحة. الآن بعد ما قسمنا هذه المساحة h إلى مستطيلات أصغر، زين إذا ناخذ أي نقطة على هذه المنطقة راح نسميها x، هذه مثلا راح نرمز لها طبعا تو دايمنشن هنا x وy عندنا، وبالتالي راح نسميها xk وy k هذه النقطة. زين فراح ناخذ مستطيل حوالين هذه النقطة راح نسميه بA. زين وبالتالي the length and the width of a sub rectangles، الطول والعرض لهذه لأحد هذه المستطيلات الصغيرة، زين which its number k، واللي راح نعطيه رقم k راح يكون هو دلتا اكس k ودلتا واي k، وبالتالي هذا هو الطول اللي هو دلتا واي k، وهذا هو العرض اللي هو دلتا اكس k لهذا المستطيل. وبالتالي نعرف احنا انه نقدر نحسب مساحة المستطيل هي دلتا اي k، راح تكون هي الطول في العرض، اي انه دلتا اكس k في دلتا واي k. هذا بالنسبة لان حسبنا نمشي خطوة خطوة، حسبنا مساحة مستطيل واحد داخل هذه المنطقة واللي رمزنا على رقم طينا k. الان عندنا تعريف suppose that R is a closed region in the XY plane. أفرض أن ال R هي منطقة مغلقة بال XY which covered by a closed piecewise smooth curve. ما راح نعيدها كل مرة، أيضا عرفناها بالبداية اللي هو ال closed piecewise smooth curve. هذه عندي منطقة R ومحاطة بهذا ال closed piecewise smooth curve. And if F، إذا كانت الدالة F a function defined on R هي دالة معرفة على هذه المنطقة R، then the double integral، إذا التكامل الثنائي of F، التكامل الثنائي لهذه الدالة F on R على المنطقة R which written as، يكتب بالشكل التالي، والتكامل هذا رمز التكامل، هذا تكاملين تكامل ثنائي، وبالأسفل نخلي R أنه التكاملات راح تجري على المنطقة R للدالة F of XY ودي اي هذه للتكامل is defined by، ما يعرف بالشكل التالي، وبالتالي التكامل الثنائي هذا يعرف على انه هو المجموع للمساحة هذه المستطيلات مضروب في الدالة. وبعد ذلك هذا المجموع راح ناخذ نسوي شنو، راح ناخذ limit لهذه الدلتا لهذه المستطيلات، انه كل ما بدت هذه المستطيلات تصغر وتصغر راح تكون عندي أكثر دقة في حساب هذه المساحة أو هذه المنطقة هنا. إذن هذه العلاقة راح تكون صحيحة بهذا الشرط provided that the limit exists. هذه العلاقة ما ممكن أعرف عنها وأقول إنه هي صحيحة إلا إذا كانت provided that the limit exists، إلا إذا كان هذا الليميت موجود. وعندنا الآن the function f is called integrable on R if the limit above exists. وبالتالي إذا كان هذا الليمت موجود راح أعبر عن هذه الدالة f إنه هي دالة قابلة للتكامل على المنطقة R. الآن هذا التعريف وهذا الكلام كله راح يصار على شكل نظرية. عندنا هذه النظرية theorem 1 if the function f of xy is continuous on the closed region، هي دالة مستمرة على المنطقة المغلقة R which is covered by closed piecewise smooth curve in the xy plane، then f of xy is integrable on R. إذا كانت هذه دالة مستمرة على منطقة مغلقة اللي هي R وهذه المنطقة محاطة بهذا ال piecewise smooth curve بالxy plane، إذن هذه الدالة f راح أسميها قابلة للتكامل على المنطقة R. الآن عندنا properties of double integrals، خواص التكامل الثنائي،
وهي بالضبط مشابهة لخواص التكامل الأحادي، أن التكامل الثنائي قد ما يضرب في كونستانت ثابت، فهذا الكونستانت ما يأثر على التكامل وممكن نطلع خارج التكامل، وبالتالي حصل على هذه العلاقة الأولى قد ما يكون الكي هو كونستانت. العلاقة الثانية أنه عملية الجمع والطرح لدالتين أجرى عليهم التكامل الثنائي، ممكن تكون هي عبارة عن التكامل الثنائي للدالة الأولى زائد ناقص التكامل الثنائي للدالة الثانية. الخاصيتين الثلاثة وأربعة يسموها domination properties، خاصية الهيمنة. زين، أنه هذه أنه الدالة هذه التكامل الثنائي لل f of x y يكون أكبر أو يساوي صفر إذا كانت الدالة هي أكبر أو يساوي صفر على المنطقة R، و الدالة f of x التكامل الثنائي للدالة f of x y أكبر من التكامل الثنائي للدالة g of x y إذا كانت f of x y هي أكبر أو يساوي g of x y على المنطقة R. وأخيرا التكامل الثنائي على المنطقة R ممكن أحسبه بالشكل التالي، هو التكامل الثنائي على المنطقة R واحد زائد التكامل الثنائي على المنطقة R اثنين لنفس الدالة F، بشرط أن تكون الـ R هي عبارة عن الـ union of R واحد والـ R اثنين. هذا فيما يخص الخواص للتكامل الثنائي، وهذا فيما يخص محاضرتنا لهذا اليوم. إن شاء الله بالمحاضرة الجاية راح ناخذ هذا بشكل عام ما هو التكامل الثنائي. إن شاء الله المحاضرة الجاية راح ناخذ شلون راح نحسب التكامل الثنائي، وشنو طريقة حساب التكامل الثنائي، والنظرية اللي تسهل لنا عملية حساب التكامل الثنائي، ونبدأ بأمثلة تطبيقية كيف راح نحسب هذا التكامل الثنائي. وشكرا لإصغائكم.